مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نخصصها اليوم لتسليط الضوء على طرد البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي. يسرنا كثيرا أن يكون معنا من العيون الأستاذ أحمد محمد خر، وهو رئيس الائتلاف الصحراوي للدفاع عن حقوق ضحايا السجن الرشيد بتندوف. أهلا وسهلا بك معنا، كما يسعدنا أن يكون معنا من العيون الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح، وهو رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك معنا. كما نسعد باستضافة الأستاذ كمال لغمام، وهو ناشط مدني وباحث في الشؤون الإفريقية ورئيس منظمة غير حكومية مهتمة بملف الصحراء والساحل والشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم الأستاذ أحمد محمد خر، أهلا بك معنا. إذا عقد الاجتماع التتبعي الأول لنداء طنجة. نعلم المشاهدين فقط أنه أصبح اليوم 19 بلدا إفريقيا موقعا على نداء طنجة الذي يدعو إلى طرد البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي. ما أهم ما ميز الاجتماع التتبعي الأول أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جوهرة من خلالكم أحيي جميع مشاهدي ومتتبعي قناتكم رائدة ميديان تي في. في موضوع لقاء مراكش الذي يعد يدخل في إطار التتبع الذي قطعه هؤلاء الزعماء الأفارقة على أنفسهم، وهم يشيرون إلى حتمية طرد هذا الكيان الوهمي اللي هو جمهورية الحمادة. فعلا لأن موضوع انضمام هذا الكيان الوهمي إلى الاتحاد الإفريقي بحد ذاته هو خطأ. كانت تغطي عليه بعد الأحداث آنذاك، ووجدت ضالتها في كون المملكة المغربية تركت كرسيها فارغا، ليظن الذين أسسوا للبوليساريو والذين يدعمونها أنهم أصبحوا فعلا أعضاء في مدة غياب المملكة المغربية. ولكن بمجرد أن طلبت المملكة المغربية بالعودة وعادت طبعا إلى كرسيها الشاغر، بدأت الأمور تمشي في الاتجاه الغير والله، تجري رياحه بما لا تشتهيه سفينة البوليساريو وربانها الجزائري. لذلك هذه 19 دولة إفريقية هي نواة في ظرف سنة، تحقق 19 دولة رفضت الاجتماع، وفي هذه المدة الوجيزة تماما يظهر على أن البوليساريو أصبح والله حركة دولة البوليساريو أصبحت عائق دولي أمام نمو إفريقيا وأمام اقتصاد إفريقيا وأمام اتفاقيات والمؤتمرات الشراكة التي تحاول إفريقيا أن تضع مع الدول الوازنة الدول القوية الدول الاقتصادية، مثلا الاتفاقيات التي وقعت جميعها بحضور هذا الكيان الوهمي كان سبب عرقلة وعدم خروج مقرراته إلى 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 حيز التنفيذ هو وجود هذا الكيان الوهمي الذي لا يتمتع لا بسيادة ولا بأي شيء يعطيه أحقية تعهد بشيء أو الاتفاق على شيء أو تنفيذ شيء ما يمكن أن يمشي بالقارة السمراء نحو 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 المستقبل، ويمكن أن يكون ضمانا للشركاء إفريقيا وهم يرون هذا العنصر الشاذ، هذا العنصر الذي أقول أنه لقيط لأن لا أب له ولا أم، ما دامت الأرض ليست عنده أرض وليست له سيادة فهو موجود على بقعة أرضية جزائرية. منذ البداية ظهر على أن الجزائر لا تريد بالبوليساريو أن تكون دولة أكثر مما تريد بها أن تخضع محاورها إلى رغبات الجزائر وإلى مصالح الجزائر. ولكن الزيارات الملكية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لإفريقيا والتي جابت جميع أطرافها والاتفاقيات التي أبرمت والعلاقات التي جددت وسحب الكثير من دول إفريقيا التي كانت مشترات
بائعة لذلك الاعتراف ومشتريتهم عند الجزائر فانسحابها. كل هذا جاء الوقت الذي نبه الأفارقة أصحاب الضمائر الحية من الأفارقة والذين يحلمون بإفريقيا فعلا قوة اقتصادية تنموية ذات تتمتع بمكانتها التي يجب أن تتمتع. لذلك ماذا مرأوا أن العرقلة الأساسية هو وجود هذا الكيان الوهمي الذي ليست له سيادة وليست له سياسة وليس له اقتصاد وليس له إلا مجموعة من مرتزقة يتسلحون بسلاح الجزائر. واضح تماما. أستاذ عبد الفتاح، وأبحث عن إجابة، ما الذي ميز الاجتماع الأول؟ على ماذا اتفق المجتمعون؟ ما هي المرحلة المقبلة؟ شكرا للاستضافة أستاذ جوهر، تحية الضيوف الكرام والمشاهدين أيضا. بالفعل هذا النداء يأتي أولا، هؤلاء هم قامة دبلوماسية وازنة، هؤلاء حكماء لهم يطلعون بأدوار هامة سواء على مستوى بلدانهم أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي انخراطهم في هذا النداء سيعزز طبعا المطالب بطرد هذا الكيان المزعوم من المنظمة القارية. ما أثير طبعا هو نقاش القانوني حول طبيعة هذا الكيان على اعتبار أنه جماعة مسلحة تفتقر لشروط الدولة. طبعا أي طالب سنة أولى حقوق يعلم ما هي العناصر المؤسسة لعناصر الدولة، من إقليم، من شعب، من سلطة، على اعتبار على أنه هذا الكيان يعني لا يسيطر على أي حيز ترابي. الأقاليم الجنوبية هي تحت سيادة المغربية الساكنة في جلها، الأغلبية الساحقة منها تقع تحت أيضا سيادة تعيش في وطنها في 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 يعني مدنها وفي إقليمها في أقاليمها، وبالتالي تعيش داخل يعني الحيز الترابي المغربي. نفس الأمر بالنسبة للسلطة، هي مجرد سلطة مفوضة خارج القانون في يعني في تنصل للدولة الجزائرية من مسؤوليات ملقاة على عاتقها إزاء تطبيق ولايتها القضائية على جزء من ترابها الإقليمي وهو مخيمات تندور. طيب أستاذ عبد الفتاح، هو اجتماع تتبعي، يتتبعون ماذا؟ هل هناك أجندة زمنية؟ ما هي الخطوة الآن وفي أفق ماذا يعقد هذا الاجتماع؟ طبعا كما استفدت، هؤلاء قامات دبلوماسية وازنة، هم وزراء خارجية لأكثر من 19 دولة من مجمل يعني الأقاليم من مجمل مقاليم مناطق القارة الإفريقية. بالتالي انخراطهم سيفضي بالتأكيد إلى تعميق النقاش حول عضوية هذا الكيان المزعوم في المنظمة القارية، وبالتالي الدخول في خطوات عملية من قبيل خطوات معمل بمعنى خطوات قانونية. طبعا تعديل اللوائح الخاصة بالعضوية، بإمكانية سحب العضوية، توسيع دائرة نقاش داخل المنظمة القارية، وطرح مشروع يعني قرار بطرد هذا الكيان المزعوم. على اعتبار كنت أسلفت الحديث عن الطبيعة القانونية، ولكن هناك أيضا إشكالات سياسية أيضا تعتري هذا الكيان، على اعتبار على أنه بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة باعتبار الأدوار التي يطلع بها في تغلغل الجماعات المسلحة وظواهر الجريمة المنظمة وبعض أيضا الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال، وأيضا رعاية مسألة إفلات الجلادين من العقاب ورعاية قيادات متابعة قانونية لدى القضاء الدولي. هذه جلها إشكالات تطرح في النقاش وتسلط الضوء على أدوار هذا الكيان المزعوم، سواء ما تعلق في بمجال حقوق الإنسان، بمجال الأمن الإقليمي، بمجال أيضا النقاش القانوني، فضلا عن نقاش المترتب على التطورات المتعلقة بقضية الصحراء والتي بات تفضي إلى تكريس السيادة المغربية والاعتراف بهذه السيادة، وبالتالي إنهاء هذا المشكل على المستوى الدولي، وبالتالي انتفاء شرعية هذا الكيان المزعوم. أستاذ لغمام، رؤساء وزراء سابقون من لسوتو، من غامبيا، من مدغشقر كذلك انضموا إلى هذا الإعلان، ما هي دلالة هذا؟ هل القائمة مفتوحة؟ هل هناك ربما أخبار عن قدوم وانخراط وزراء سابقون آخرون إلى هذا الإعلان؟
صحيح ان هذه الديناميه انطلقت في شهر نوفمبر من بنداء طنجه، عبر نداء طنجه، واليوم بعد اقل من 5 اشهر التحقت 3 دول كما تفضلتم، مدغشقر وليسوتو. اذا هذا الانخراط هو انخراط يبشر بالخير، يؤكد عداله القضيه، ويؤكد اراده المسؤولين والقيادات الافريقيه في تصحيح المسار وتصحيح الخطيئه التي كانت سنة 1984. وبالتالي يعني التحدي هو تحدي لحشد العدد، لتجميع أكبر ما يمكن من عدد الدول الإفريقية حول مضامين الكتاب الأبيض الذي تم تصديره من طرف هناك نصاب قانوني لذلك أستاذ لغمان؟ نعم، هل هناك نصاب قانوني لذلك؟ صحيح، هناك نصاب قانوني، يعني بمعادلة ريادية بسيطة نرى بأن منظمة الاتحاد الأفريقي تضم 54 دولة بالإضافة إلى الكيان الوهمي، وبالتالي التصويت بالأغلبية لطرد هذا الكيان الوهمي من منظمة الاتحاد الأفريقي أصبح لا يفصلنا عنه سوى 8 دول، وبالتالي العمل هذه اللجنة في استقطاب 8 مسؤولين من 8 دول إفريقية سيفتح المجال بالتأكيد أمام طرد هذا الكيان الوهمي على هذا المجال الغريب عليه، لأنه كما تفضل المتدخل السابقون بأنه لا يشكل بأي شكل من أشكال القانون الدولي شكل الدولة على مستوى سواء الشعب أو الإقليم، ولا يتوفر فيه جميع أبسط الشروط لتكوين دولة. هذا بالنظر إلى الدينامية المغربية التي يقوم بها سلك الدبلوماسي المغربي الرسمي في افتتاح القنصليات، يعني عديد من الدول الإفريقية افتتحت القنصليات ديالها، وهذا تعبير عن موقف رسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية وبالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على الأراضي الجنوبية كما هي السيادة على شمال المغرب وشرق المغرب وجنوبه. وبالتالي هذه مبادرة إفريقية محضة، وزير الخارجية المغربي أو ممثل السلك الرسمي الدبلوماسي لم يحضر هذا اللقاء، ترك الأفارقة لوحدهم يناقشون ويتتبعون مخرجات نداء طنجة لأنه هو يشتغل في خارج، وبالتالي ليس هناك أي تأثير من الدولة المغربية. هذه مبادرة إيجابية جدا تؤكد إرادة الدول الإفريقية في تصحيح المسار، خصوصا أن تواجد المغرب في إفريقيا اليوم أبان عن تطوعي في خدمة الاقتصاد وفي خدمة الاجتماعي الإفريقي وفي خدمة مسألة الربح جنوب جنوب وتحقيق التنمية الداخلية ما بين البلدان الإفريقية، وهذا كان له أثر إيجابي كبير كان يغفله بعض الدول الإفريقية التي كان غرر بها من طرف قطب يسعى إلى محاربة سيادة المغرب، من طرف قطب تقوده الجزائر وجنوب إفريقيا للتأثير على سيادة المغرب، لكن الحمد لله الأمور تبشر بالخير. لم يفصلنا إلا عدد قليل لتأكيد أطروحة ما سمى بالكتاب الأبيض الذي سطر أسباب وأسباب الأسباب. طيب سنعود لاحقا للحديث عن هذا الكتاب الأبيض. أستاذ أحمد محمد خر، ما خطورة أن يبقى هذا الكيان الوهمي داخل الاتحاد الإفريقي؟ حقيقة على أن وجوده منذ البداية خطورته لم تكن تخفى على أحد، لأنه عرقل أولا النمو، عرقل العلاقات، ثانيا تبين في كثير من دول إفريقيا خاصة الواقعة في شمال غرب إفريقيا واللي تضم دول الساحل، تبين ما لهذا الكيان من يد طولة في الكثير من عمليات تهريب الأشخاص وتهريب المخدرات وتهريب واستعمال السلاح والمتاجرة فيه والمتاجرة به. لذلك فخطورة هذا الكيان هو يعد كحجرة عثر أمام نمو إفريقيا ووحدة إفريقيا. أنا أتساءل كيف لإفريقيا حينما يقف مسؤول من أي مسؤول من مسؤولي إفريقيا ويقول يجب حل القضية ونحن مع المخطط الأممي وندعم المخطط الأممي من أجل إنهاء هذا الصراع، وهو ينحاز إرادة أو غير إرادة إلى أحد مسببات هذا الصراع اللي هو هذا الكيان الوهمي موجود بجانبه يجلس معه في نفس الطاولة ويتعامل معه كدولة فوق الإرادة الدولية
وطعن في السياده في السياده في السياده المغربيه. لذلك انا لا ارى على ان خطوره هذا الكيان الوهمي لا ارى فيها انها يمكن ان تكون اكثر مما سبق ان كونت. وانتم تعرفون على ان جميع المواقف التي كانت العرقلة الأساسية في عدم وحدتها هو وجود هذا الكيان الغير معترف به وليست له مكونات الدولة، وهو وهمي فرضته الجزائر على إفريقيا في سنوات الحرب الباردة، اشترت له المواقف واشترت له الاعترافات واشترت له الكثير من الأمور التي لم تعد اليوم ممكنة ولا ماكنة، لا الاقتصاد الجزائري يساعدها في ذلك ولا الطموح الإفريقي نحو التقدم والوحدة يساعدها في ذلك. فإذا هذا الكيان منذ وجوده في هذا في هذه المنظمة في هذا الاتحاد الإفريقي الخطورة الكبيرة هو على أنه عمل على عرقلة أولا إيجاد الحل وتأخير الحل، واستغلت وجود كرسي شاغر، ولكن ما إن انتفضت الدبلوماسية المغربية وبادر جلالة الملك بزياراته وبفتح علاقاته وبفتح شريان اقتصادي أصبح المغرب بموجبه كقنطرة كرابط بين الشمال واللي هي أوروبا والجنوب اللي هي إفريقيا النائمة، إلا وأصبحت تتداعى هذه المؤامرة وتظهر الكيان، وهذا ما دفع هذه القامات الإفريقية هؤلاء الوزراء سابقون هؤلاء الخبراء هؤلاء كذا إلى أن يدقوا ناقوس الخطر وينبهوا من لم يتنبه بعد لخطورة هذا الكيان، وهم اليوم يطالبون بشيء شرعي إن أراد الاتحاد الإفريقي أن يكون شرعيا في تعاملاته الدولية. طيب أستاذ عبد الفتاح، ماذا عن الكتاب الأبيض؟ ما الذي جاء فيه وما الذي يستحق أن نذكره اليوم؟ طبعا هناك جانب أسلفنا النقاش حوله وهو الجانب القانوني والدستوري ويعني الاعتبارات القانونية المتعلقة بعناصر الدولة سواء المادية أو المعنوية. إذا كنا أسلفنا الحديث حول العناصر المادية المتعارض عليها وهي الإقليم والشعب والسلطة، فهناك أيضا عناصر معنوية تغيب في هذا الكيان وهي تلك المتعلقة بالشخصية القانونية بالدستور حتى بالاعتراف الدولي، الاعتبار على أنه هذا الكيان فشل بعد قرابة 5 عقود من الزمن وعلى الأقل 4 عقود ونيف فشل في نيل هذا الاعتراف. إذا استثنينا الاتحاد الإفريقي فكل الإطارات الإقليمية والدولية لا تعترف بهذا الكيان المزعوم، الجامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد المغاربي فضلا عن الأمم المتحدة، طبعا هذه كلها كيانات لا تعترف بهذا الكيان المزعوم. وبالتالي إذا كانت في الحرب الباردة سياقات الحرب الباردة يعني صبت بأنه هناك دول تنفق البترودولار خاصة القذافي ومدين لدينا أنفق ميزانية هائلة لشراء المواقف وإلى ما هنالك، اليوم سياق تغير بالفعل، اليوم الدول لم تعد تشتري مواقفها، نحن أمام قوى صاعدة إفريقية، نحن أمام حكومات منتخبة تبحث عن صالحها الوطني وتبحث عن الشراكات الاستراتيجية لتؤسس التعاون المشترك والمصلحة المشتركة. وبالتالي هذه جل هذه الدول تعاطت إيجابا مع تلك يعني الزيارات تلك التي قام بها عاهل البلاد محمد ساج في منتصف العقد الماضي والتي أسست لشراكاتها مع العديد من بلدان القارة الإفريقية وساهمت في اختراق بعض القلاع وبعض الحصون التي كان يتمطرس فيها الطرح الانفصالي، وبالتالي غيرت من واقع هذه الدول. وبدل أن يكون في ثنائية القرن الماضي كانت هناك اعترافات بالكيان المزعوم، اليوم على العكس، اليوم هناك انخراط لجل دول القارة في الدينامية الدبلوماسية التي يحققها المغرب في أقاليم الجنوبية من خلال اتساع القنصليات، من خلال الاعتراف بالسيادة، من خلال أيضا سحب الاعترافات بالكيان المزعوم، وأيضا الاعتراف الضمني من خلال الشراكات الاقتصادية التي في مقدمتها مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي يمر عبر الأقاليم الجنوبية المملكة. وبالتالي كل الدول جل دول غرب القارة التي انخرطت في هذا المشروع هي تعترف ضمنيا زيادة على الاعتراف الصريح، هي تعترف عمليا
بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية. وبالتالي سياق تغير اليوم فضلا عن تغير المقاربة الأممية، وبالتالي حتى تعاطي الشرعية، مفهوم تعاطي القانون الدولي الشرعية الدولية أيضا بات يصب في إطار يعني التعامل مع هذا النزاع من خلال مبدأ احترام سيادة الدول واحترام وحدتها الترابية. بالتالي بات الإطار القانوني هو مبدأ احترام السيادة، سيما مع توالي قرارات مجلس الأمن التي تشيد بمبادرة الحكم الذاتي والتي تتعاطى إيجابا مع واقع السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. ما هي الحجج القانونية التي يقدمها هذا الكتاب؟ أهم الحجج القانونية التي يقدمها الكتاب هو أن الكيان البوليساريو ليس بدولة، ولا تتوفر فيه شروط الدولة ليكون كامل العضوية في منظمة الاتحاد الإفريقي. كما أن هذه الساكنة الكيان الوهمي يقدمون أنفسهم على أنهم لاجئين وليس بشعب، لأن معايير القانون الدولي واضحة في تشكيل الدولة، الدولة والسلطة والشعب والإقليم، لا يتوفرون على أي شرط من هذه الشروط، وهم مغاربة ولدوا في المغرب، ترعرعوا في المغرب، منهم من درس المغرب وغرر بهم لمعاداة بلدهم الأم. هذا أهم الأمور. المسألة الثانية والأساسية التي تتعلق بسياق العضوية، لأن سياق العضوية لم يكن قانونيا محض، وإنما كان مرادة لجانب ضغط إيجابي، والمغرب استنكر هذا الموقف في سنة 1984 وانسحب من منظمة الوحدة الإفريقية. كما يعتمدون في الكتاب الأبيض على حجج واقعية. الحجج الواقعية وهي أهمها هي السيادة المغربية الكاملة والمطلقة على جميع التراب المغربي. يعتمدون على السياق، على معطى المتعلق بالتنمية، التنمية في الأقاليم الجنوبية، وعلى إنعاش الاستثمار، وعلى المواقف المتسلسلة للدول الإفريقية لسحب اعترافها. منهم من سحب اعترافه بكيان الوهمي، ومنهم من أعلن بشكل رسمي عن موقفه في مغربية الصحراء وقام بافتتاح قنصلية سواء بمدينة العيون أو بمدينة الدخلة. إذن هذه من أبرز الحجج التي توجد في الكتاب الأبيض، وفيه حجج واقعية وحجج دامغة أكيد أنها ستقنع العديد من الدول، كما استطاعوا إقناع 16 دولة في الأصل. اليوم أصبحوا 19 دولة، والمستقبل يبشر بالخير، بأن أعضاء الاتحاد الإفريقي أصبحوا يتفهمون موقف وجدية ومصداقية الدولة المغربية في بناء التنمية بإفريقيا، في رد الاعتبار للقارة الأفريقية وحماية خيراتها. نموذج الذي نتحدث عليه هو نموذج الغاز، أنبوب الغاز من المغرب نيجيريا، الذي سيمر حوالي 13 دولة إفريقية، وستستفيد منها الدول الإفريقية التي سيمر منها هذا الأنبوب، ستستفيد ماديا وستستفيد بالغاز، وبالتالي سيتم توزيع عادل للغاز الإفريقي بدل تصديره إلى الدول في دول أوروبا ودول آسيا. وبالتالي هذه الأمور الواقعية والميدانية تؤكد مصداقية وجدية المغرب، بغض النظر عن الاعتراف الدولة أمريكا وعن مختلف الدول التي أكدت بجدية الموقف حول المبادرة وليس حول الموقف المغرب وموقعه في وتجدده في إفريقيا. اليوم المغرب في مكانه الطبيعي يشتغل بشكل جدي، يشتغل بكل مصداقية من أجل بناء وإعادة الاعتبار لقارة إفريقيا، والأفارقة أصبحوا يلمسون هذه المبادئ وهذه الجدية، وأصبحوا يتشبثون بالعضوية الكاملة للمغرب، ويتشبثون بضرورة طرد جهاز كيان البوليساريو، وهذا ما يسمى وهو شعار النداء طنجة، التنسيق الإفريقي لطرد الكيان البوليساريو من منظمة الاتحاد الإفريقي. الأستاذ خر، من واقع تجربتك وخبرتك السياسية الطويلة، كيف تفسر هذا التراجع الكبير لعدد الدول التي تعترف بالبوليساريو؟ حقيقة على أن البوليساريو
وراءها دولة جارة للمغرب هي الجزائر. ولولا الجزائر ما وجدت البوليساريو، لأن وجود البوليساريو كانت وحدوية في عهد القذافي، انتزعها بومدين وجعلها انفصالية. ولكن يقول المثل الشعبي لدينا احنا في الأقاليم الجنوبية، من حفر بئرا لأخيه وقع فيه، وهو مثل عربي أعتقد. فالجزائر أرادت أن تجزئ التراب المغربي كرها في النظام المغربي، ولكنها خلقت ما تعاني منه اليوم، وهو كيانات في الأرض الجزائرية تطالب بالعودة، تطالب بالاستقلال، تطالب بالعودة إلى أراضيها التي اقتطعت نتيجة عند رقبة فرنسا منها هذا الكيان الموجود في شمال شرق الجزائر، واللي هو القبائل الذي أصبح ينادي بشيء الجزائر لا تريده له في الوقت الذي تسوق به للمس من سيادة دول أخرى. فالجزائر منذ أن عرفتها، سألتك عن الدول، عدد ما هي هذه الدول التي أصبحت تسحب اعترافها بالبوليساريو؟ ما الذي حدث في العلن؟ ما الذي حدث كذلك بين الأروقة المغرقة؟ كيف تفسر أنت هذا التراجع الكبير للدول التي تسحب اعترافها بهذا الكيان الوهمي؟ والحقيقة على أن جميع الدول الإفريقية وأخص الإفريقية هنا التي اعترفت في البوليساريو كانت في ظروف غامضة، والكثير منها كان يخضع لرغبات مادية بحتة لحل مشاكل اجتماعية قد يكون تعاني منها بلاده. فالدول الإفريقية التي اعترفت كانت نزولا عند رغبة الجزائر. وجميعها اليوم وهي أصبحت ترى في هذا الكيان تهديدا لسيادة دول هي موجودة في القارة، وهي من القارة وتتمتع بالسيادة على أراضيها، مثلا دول الساحل والصحراء التي تعمل الجزائر من خلال وصفتها التي هي البوليساريو على زعزعة أوضاعها. فيجب أن تعرفوا على أن الموقع، الأرض التي توجد فيها البوليساريو اليوم، أصبحت ملجأ لكل المتابعين قانونيا من جميع المحيط الإفريقي شمالي أو من حتى الدول المغاربية. كل من فعل فعلة شنعاء أو ارتكب جريمة أو هرب أو تاجر في المخدرات أو كذا ويصبح متابع قانونيا في هذه الدول يجد مأواه، يجد أمنه داخل هذه المخيمات فوق التراب الجزائري. هذا يعني على أن الجزائر أصبحت تحمي هؤلاء الخارجين على القانون، وهذا أحد المسائل التي رأتها الدول الإفريقية بعينها وحاولت أن تبتعد بسياساتها وبدولها عن هذا، وهذا ما يفسر تراجعها، وهذا ما يفسر سحب اعترافاتها. والعديد منها فتح سفارات في معناها قنصليات بين العيون والداخلة، والكثير الآخر أصبح يرافع ضد البوليساريو في الأمم المتحدة. وما وجود هذا الكم الهائل من هذه الشخصيات الوازنة إفريقيا التي منها رؤساء حكومات ومنها وزراء خارجية ومنها ومنها ومنها، أصبحت اليوم تطالب الاتحاد الإفريقي بأن يراجع موقفه كمنظمة قارية. أهم ما يمكن أن تحافظ عليه هو تمسك هذه القارة ووحدتها، وهذا لا يمكن أن يتم، والمنظمات الإرهابية تفرض كيانات وهمية مثل البوليساريو، وقد غدا يقع في بلد ثاني أو تدخل دولة مثل الجزائر. فالجزائر ظلت دائما ضد وحدة وسيادة المملكة المغربية، وقطعا على أنها خروجها عن القانون هو ما جعلها تدعم بالأمس الانفصاليين الذين كانوا في إسبانيا، سواء الباسكيين أو الكتالانيين أو حتى في جزر الخالدات، وهي من يحتوي اليوم أو يحوي اليوم الكثير من الشخصيات المتابعة قانونيا وقضائيا على المستوى. طيب شكرا لك أستاذ عبد الفتاح. بالمقابل هناك تواصل واستمرار لفتح الدبلوماسيات والتمثيليات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية، إلى أين وصل عددها اليوم وكيف هي الوتيرة في الوقت الراهن؟
بالتأكيد لا تزال هذه الدينامية الدبلوماسية المستمرة. اليوم هناك زهاء أكثر زهاء 30 دولة تفتح قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، لكن هناك دول أخرى وازنة جدا ومن قوى دولية هامة جدا باتت تعبر عن مواقف مؤيدة للمغرب، تعترف بالسيادة المغربية وتؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي في مقدمة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا بأدوارها التاريخية، وقوى أوروبية أخرى من حجم ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها. وبالتالي هذه الدينامية الدبلوماسية تتجه في إطار يعني تغير الموقف الدولي في صالح المغرب، وبالتالي الحسم معركة الاعتراف الدولي في صالح المغرب أيضا. طبعا هذه التطورات تأتي أيضا في سياق التعاطي الإيجابي مع واقع السيادة المغربية المتحقق على الأرض، سيما بعد تأمين المغربي لمعبر القرقلات في 13 نوفمبر 2020 وما تلاه من يعني قضاء على أي تواجد لجبهة الانفصالية في المناطق العازلة. وبالتالي اليوم هناك مناخ من الأمن والاستقرار، هناك يعني مخطط تنموي، منجزات تنموية هامة جدا في الأقاليم الجنوبية، وهناك مناخ أيضا استثماري واعد، منصة استثمارية واعدة أيضا، على اعتبار أنه الانفتاح المغربي على العمق الإفريقي سواء ما تعلق بالشراكات الاقتصادية سواء ما تعلق بالمبادرة التجارية، هذا كله يمر عبر الأقاليم الجنوبية على اعتبار أنه أيضا الموقع الاستراتيجي الهام لهذه الأقاليم. بالتالي التعاطي الدولي مع واقع السيادة المغربية لا شك على أنه سينضاف إلى العناصر المعنوية التي تصب في تكريس الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية، ويسحب ببساطة من تحت المشروع الانفصالي إذا ما أخذنا بالاعتبار على أنه الاعتراف الدولي يعد أحد له يعني دور هام في مسألة الشرعية الدولي ومسألة القانون الدولي، على اعتبار أنه مكون عنصر مكمل، عنصر معنوي مكمل من شأنه أن يكرس شرعية أي واقع سياسي بأي حيز ترابي. بالتالي اليوم المغرب يحسم معركة الاعتراف الدولي لصالحه بعد أن حسم تواجده يعني سيادته ميدانيا على أرض الواقع. طيب ما أمر إليك الأستاذ لغمان، في الحقيقة ما يحدث هو ليس في توجه مغربي محض، هناك واقعية وبراغماتية في هذا المد، لأن ذلك يتناسب مع الواقع الحالي للدول الإفريقية، مع الدور الذي تريد أن تلعبه منظمة الاتحاد الإفريقي كمؤسسة قارية تدافع عن استقرار المنطقة بأكملها. صحيح سيدتي أن الواقع اليوم يؤكد جدية ومصداقية المغرب في العمل إلى جانب الدول الإفريقية، يعني في ظرف وجيز من عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي تم تجديد روابط وأواصر وعلاقات متينة مع مجموعة من الدول مبنية على أسس التنمية وعلى أسس تطوير وتعزيز البنية التحتية لمجموعة من الدول الإفريقية. اليوم المغرب قدم شراكات مع في غينيا، في الغابون، في مجموعة من الدول، شراكات ميدانية، ورأى بأم أعينهم الدول الإفريقية كيف المغرب يوفي بالالتزامات التي يتعهد بها من أجل تحقيق التنمية بإفريقيا. المسألة الثانية هو أن حركية ودينامية المغرب من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي تؤكد مدى تجربة المغرب، مدى خبرة المغرب في المنظمات الدولية الإقليمية والأممية، مدى حضور المغرب في أجهزة منظمة الاتحاد الإفريقي على مستوى الأمن والسلام أو على مستوى العلاقات الداخلية بالاتحاد الإفريقي أو على مستوى دينامية الجلسات الاتحاد الإفريقي يؤكد مدى. بالعكس نجد أن
الكيان الصهيوني داخل الاتحاد الافريقي لا يقدم اي اضافه، وهذا تمت الاشاره اليه في الكتاب الابيض بان هذا الكيان هو موجود منذ سنه 1984 في الاتحاد الافريقي، لكن لحدود اليوم لا يقدم اي اضافه تذكر او اي اضافه او اي اضافه لافريقيا او لهذه المنظمه الاقليميه متعدده الاطراف. لهذا عندما لجأ هذا القادر الأفارقة رؤساء حكومات ووزراء خارجية سابقين ومجموعة من مسؤولي الأفارقة في أحزاب تقود الحكومات بالدول الإفريقية أكدوا على أن هناك فرق كبير بين غياب المغرب وحضور المغرب، وبالتالي حضور المغرب أثبت فعاليته ونجاعته ويجب أن يستمر المغرب بدل أن يحضر إلى جانبه طرف يعرقل عمل المنظمة باحتجاجاته بتوقيفاته للاجتماعات باعتبارات واهية غير مبررة. يعني كل ما يتقدم المغرب خطوة يجد الكيان الصهيوني يحاول عرقلة تلك الخطوة، وهذا أصبح يراه بشكل ملموس وبشكل واقعي الدول الإفريقية. لهذا أصبحت العترة في طريق الوحدة الإفريقية. تقصد الكيان الوهمي. الأستاذ محمد خر، هل هذا الاستبعاد القانوني الذي ينادي به نداء طنجة هو بعيد الملان الآن أم هو قريب جدا؟ أنا أعتقد على أن القضية قد تحت على أنه قريب تماما، لأن القضية تحتاج لصاحب القضية اللي هو المغرب أن يحسم ميدانيا هذا الأمر. فإذا لم يبقى أمام الاتحاد الإفريقي إلا التسليم بأمر الواقع الذي أصبح اليوم مسلم به من طرف الهيئة التي يجب أن تحترم القارة الإفريقية قراراتها وهي هيئة الأمم المتحدة. فإذا المبادرة المغربية ومشروع الحكم الذاتي والتأييد الشامل والمطلق الذي أصبح تحظى به والذي أصبح يذيل جميع مقررات الأمم المتحدة ومقررات المبعوثين، معنى ذلك إن كنا واقعيين وإن كانت إفريقية واقعية وأرادت أن تكون واقعية فعليها التعامل مع المعطيات الجديدة وليس مع سنة 1975 و74 منذ 40 سنة مضت. فالتاريخ تغير والعلاقات تغيرت، وبالأمس كان هناك مستعمر يقال له إسبانيا، واليوم أصبحت هناك دولة تمارس سيادتها على أرض هي كانت لها لم يسبق قبل وجود البوليساريو لدولة أو لتنظيم أو لقبيلة أو لشخص طالب بتحرير الصحراء أو طرد الاستعمار أو قاوم من أجله إلا المغرب. لذلك فالطرد وأنا أراه وشيكاً لأن ما تحقق بانفتاح المغرب وعودته إلى المنظمة الإفريقية في هذا الظرف الوجيز ينم عن حقيقة على أن الأفارقة أصبحوا مهيئين لهذه الفعلة التي ستعد وستحسب لهم في التاريخ، وهو تطهير منظمتهم من هكذا وحمايتها من هكذا منظمات وهمية وإرهابية قد تسيء لهم وقد تسيء لمجتمعاتهم. طيب كيف يمكن الأستاذ عبد الفتاح تقديم المزيد من الدعم لإعلان طنجة؟ ما المطلوب اليوم من الأفارقة خاصة؟ اليوم بالفعل هناك نقاش مفتوح، نقاش فتح منذ مدة. اليوم المطلوب هو خطوات عملية بالفعل تنسجم مع التطورات المتحققة على الأرض، تنسجم مع التطورات التي يشهدها الملف، تنسجم مع يعني الشرعية الدولية مع قرارات مجلس الأمن، مع تقارير الأمين العام الأممي، مع توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اليوم هناك يعني سياق عام يتجه نحو الاعتراف بالأمر الواقع المتمثل في ممارسة المغرب الشرعية لسيادته على كامل ترابه الإقليمي وبالخصوص على أقاليمه الجنوبية. اليوم هناك يعني مناخ من الأمن والاستقرار مستتب في هذه الأقاليم في محيط إقليمي يتميز باستعار الأزمات الأمنية بالفوضى بالشيماء التي يتورط فيها الكيان الانفصالي نفسه، لأنه الكيان حتى الكيان الانفصالي اليوم بات عنصرة
تهديد للأمن والاستقرار الدوليين. هناك تغلغل الجماعات المسلحة، انتشار الجريمة المنظمة، يعني اقتتال، احتراب داخلي في مخيمات تندوف، وترهل وتفكك تنظيمي بات تعاني منه البوليساريو. والأمر ظهر جليا حتى في مؤتمرها الأخير، الصدامات وملاسنات وتفكك وإلى ما هنالك. وبالتالي أي مراقب للوضع يستنتج، يظهر له جليا اندثار هذا المشروع الانفصالي وانحصاره وتقوقعه داخل ذلك التفويض الغير قانوني لسلطة الجزائر في مخيمات تندو. هناك إشكالات أخرى وهي المترتبة بمثلا مسألة النهب المنهج للمساعدات الإنسانية والتي سطر عليها حتى قرار مجلس الأمن الأخير، مسألة التجنيد الغير القانوني للأطفال، مسألة حماية الجلادين، إفلات الجلادين من العقاب وتوفير الحماية لهم من خلال تبوهم للمواقع القيادية الوهمية، من خلال توفير جوازات سفر دبلوماسية وإلى ما هنالك. هذه كلها ظواهر خارج القانون بات يعني المشروع يجسدها، بات تتجسد، فهذا المشروع الانفصالي بات عنوانا لها هذا المشروع الانفصالي. وبالتالي المبادئ، مبادئ الإنسانية ومبادئ القانون الدولي ومبادئ القيم الكونية تفرض موقف صارم إزاء هذا الكيان الذي يعني بات عنوانا للقمع، للتخلف، للرجعية. شكرا لك استاذ لغمان. في 3 دقائق، ما المطلوب اليوم من الدبلوماسية المغربية والدبلوماسية الموازية من أجل مساندة إعلان طنجة في هذا استبعاد القانوني الذي يسير وفق مصلحة المغرب، ولكنه مطلب إفريقي كذلك من أجل استقرار هذه القارة ومن أجل طرد البوليساريو بما أنها لا تمتلك مقومات الدولة كما نعرفها في القانون الدولي؟ وصحيح أن الدبلوماسية المغربية تقوم بواجبها على أحسن وجه، نعم، وبشكل ناجع وفعال، أن في ظرف الوجيز الذي عاد به المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي تبين الدور المهم للدبلوماسية الرسمية قيادة جلالة الملك نصر الله وإياه. وبالتالي المعركة اليوم هي معركة قانونية، هي معركة بآليات التصويت من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي. الدبلوماسية المغربية تعي بشكل جيد بأن آن الأوان لطرد كيان البوليساريو من هذه المنظمة، والوعي أصبح وعي جماعي من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي. هناك عديد من الدول ستنضم اليوم، كان ليسوتو وغامبيا ومدغشقر غدا، لان لا ننسى بان المبادره هي حديثه العهد، يلا هي تم التوقيع على النداء في نوفمبر بطنجه، اليوم احنا في شهر يناير، وبالتالي داخل هذا المده القصيره اصبح الالتحاق للدول يتقاطر على هذه المبادره. وبالتالي انا صراحه استبشر خير بهذه المبادره، ولدي اليقين التام بأن الدول الإفريقية أصبحت تترسخ قناعتها رغم اختلاف الإيديولوجيات، رغم اختلاف الأحزاب والمكونات التي تقود بعض الدول، لكن لدى العديد من حكماء إفريقيا قناعة راسخة بأن لا مكان لحركة مسلحة متطرفة تنشط بشكل خبيث في التهريب، في تهريب السلاح، في تهريب المخدرات، في وتجعل مجالا ترابيا على التراب الجزائري، يعني هما ينشطون داخل تندوف تراب جزائري ليس تراب مغربي، يعتبرون انفسهم لاجئين ويحملون السلاح. لا يمكن ان تحضر منظمه وحركه مسلحه داخل أجهزة وأروقة منظمة الاتحاد الإفريقي. شكرا جزيلا لك، انتهى وقت البرنامج. تمثل بكامل سيادتها ووحدتها الترابية. أشكر جزيلا ضيوف الكرام، الأستاذ أحمد محمد خر، الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح، والأستاذ كمال الغمام. شكرا لكم كذلك مشاهدين على الوفاء والمتابعة. إلى اللقاء.